أصدقائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين لكم حلقة جديدة طبعا من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج تحليل النغمات مع عمك البات، أنا البات أحمد نادر على موقع في الفن، الموقع الفني الكبير والعظيم. والنهاردة عاملين لكم بقى حلقة قيمة وكمان تحافظين في أثناء أحد رحلاتي الفكرية طبعا في اليوتيوب. طبعا أنت بتفتح يوتيوب ده بتلاقي نفسك فجأة بتتفرج على طريقة عمل دي الحصان للزرافة، يعني أنت بتقعد إيه الفيديوهات بتقعد تسحب بعض وبتلاقي نفسك في عالم سفلي فجأة. ولكن في أحد رحلاتي الفكرية وعمال بقى بسمع المزيكا الجديدة والدنيا عشان أعمل لكم حلقات، ما أنا باشا عشان أعمل لكم حلقات، لقيت أغنية متميزة جدا لفنان جديد وهو الفنان عطار وأغنية أنا جيت. المطرب الصاعد عطار عمل أغنية جديدة من كلمات مصطفى حدوتة ومن ألحان وليد العطار ومن توزيع رامي المصري، وهي الأغنية وميكس وماستر محمد جودة عفوا، وهي الغنوة يعني ما تيجوا نشوف. لفتت نظري أغنية أنا جيت لأن إحنا بقالنا كتير ما شفناش الشكل ده للأغنية اللي موجودة في مصر، بقالنا كتير غايب عننا فكرة الفيديو كليب، بقالنا كتير مش واخدين على النمط ده. أنا حاسس إن أنا رجعت لحقبة 2002 و2003 وبتفرج على أغاني جديدة بفيجوال جديد. كنا بنقعد قدام قناة ميلودي وقناة مزيكا والقنوات دي علشان نتفرج على المحتوى الجديد، وطبعا كان ساعتها ما فيش بقى سوشيال ميديا وما فيش بقى ولا فيسبوك ولا يوتيوب ولا الكلام ده، فكنت هو ده التسلية اللي قدامك. الأغنية طبعا كلماتها مختلفة خالص وكلماتها تعتبر كلمات كوميدية شوية، موضوع مفكوك موضوع لطيف على فيجوال يعتبر فيه استعراض وفيه رأس وفيه ألوان لطيفة جدا. بالنسبة للحن هو من مقام الصبا اللي بيقول ري مي فا سولا سي دو ري ري دو سي لا سول فا مي ري، فهو مقام حزين جدا. وزي ما قلنا بقى في حلقة المقامات الموسيقية لو رجعتوا لها ان مقام الصبا مقام حزين، لكن ايرونيكلي ساعات بيستخدم علشان ندح زي مثلا نار 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 انا قلبي قايد نار النار النار النار، هنا مستخدم بطريقة ان هو عشان يضحك. فالفكرة كلها ان هنا مستخدم بنفس الطريقة، انا جيت لقيتها ولقيت انا جيت لقيتها تارا دل لا 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 لا، فهو الموضوع كله متوظف او مشبع الحالة الكوميدية ومشبع معاناة البطل اللي هو انت قدامك فيه بلاك كوميدي. انا دلوقتي بقى بتكلم كدرامة اغنية، دايما الاغنية بيبقى ليها دراما، انا حاسس بكوميديا سوداء ان هو البطل بيمر بلاوي زرقاء واحنا بنضحك عليها في شكل بقى الفيجوال وفي شكل الصورة اللي انت شايفها. اما بالنسبة للتوزيع فهو توزيع ذكي جدا لان هي اصوات اقرب لاصوات الالكترونيك دانس ميوزك، معمول بيها الاغنية او معمول بيها الايقاع المقسوم، وشوية بيقلب على دبكة لبناني، يعني ساعات بيقلب بلاقي اس دم 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 دوم دوم دوم، بعدين برجع دوم تق تق دوم تق، فده لطيف مع الاستعراض مع حالة البطل مع الألوان، الموضوع كله لطيف جدا. كمان عجبني الميكس والماستر جدا جدا بتوع الأغنية. اما بالنسبه للجزء الاخير من الكليب فهو يعني انا عايز اوجه التحيه للموزع بصراحه لان هو عمل حركه لطيفه جدا، هو قلب حاجه اسمها 4 4 تريبلتس اللي هو الايقاع اللي ينفع يتعدى 4 عدات وينفع يتعدى 3 عدات، وهبقى اشرحه لحضراتكم بقى في حلقه لوحدها. بس هي تركيبه لطيفه جدا وتركيبه صعبه جدا مع تركيبه ايقاع فيوتشرستيك وايقاع الكترونيك لطيف جدا، فهو الموضوع كله جديد، الموضوع كله جديد سواء كاداء او ككلمات او لحن وتوزيع او ميكس وماستر او كفيجوال كمان. فبصراحه أنا بوجه التحية لكل صناع العمل. أنا أغنية أنا جيت بديها 9/10 وشايف إن هي غنوة مختلفة، غنوة لطيفة، غنوة بيكتمل فيها عناصر الإبداع الفني سواء الكلمات أو اللحن أو التوزيع أو الهندسة الصوتية أو صوت المطرب بتاعنا اللي هو عطار أو أداءه كمان، ودي حاجة لطيفة جدا. أنا في الآخر بشوفك قبل ما بسمعك، في الآخر إحنا الغنى أو المزيكا عامة هي محتوى ترفيهي، فأنا لازم لما أتعرض للمحتوى بتاعك لازم ده يسبب لي سعادة أو يسبب لي حزن أو يخليني أتوحد مع الحالة. أنا بصراحة شايف إن اكتملت عناصر الترفيه في أغنية أنا جيت لعطار. دي كانت نهاية الحلقة بتاعت تحليل النغمات مع عمك البات، وطبعا زي ما بقول لكم أنا بخرج في رحلات فكرية في اليوتيوب، فممكن تلاقوني بقى أجيب لكم أغاني من أي حتة، فأحذرني انت ده اللي بتغني احذرني عشان انا ممكن ادور واجيبك ونعمل عنك حلقة، فايه
فخلي بالك، احذر احذر عشان انا خطر، عشان انا خطر وغبي خلاص. فانا بفهمك اهو. سلام عليكم. We'll be right back.